لو طلب منك نعم أن تعود وزيرا نعم ومع وجود الشياطين ستضطر بهلبين العبد شوي وتراقصهم؟ أصلا أنا نادم صرت وزير. أرجع وزير؟ أنا نادم صرت وزير وضيعت من حياتي الكثير يعني، ومن صحتي يعني حقيقة، من حياتك يشهد الله. ولذلك أنا من طلعت من الوزارة إلى اليوم ما مصدق يعني، مع 46 سنة عمل وظيفي يعني، تدري أنا خبير وباحث يعني، فجتني فرصة أن أرجع إلى تشريعات الزراعية، واتصل بي الأستاذ الدكتور عادل عبد المهدي في موضوع، فبدأ أشتغل في موضوع كثير من التشريعات اللي أنا اتأخرت بتقديمها إلى مجلس الدولة يعني. إذا قالوا لك تعال مستشار من السيد الرئيس، مستشار رسمي ما أروح لا يم السيد رئيس الجمهورية ولا يم دولة رئيس الوزراء، بس أكون مستشار مو رسمي لتقديم المشورة أنا حاضر، لأن بي خدمة للعراق يعني. وحاليا يعني دا أقدم، أنا رحت قبل شهر يم اللجنة الزراعية بالبرلمان، قدمت مشورتي في موضوع قانون التفرق الزراعي وقانون 35. وأيضا تدري أنا يعني يمكن قبل 3 أشهر صدر قرار من مجلس الوزراء موضوع تمليك العشوائيات. أي ورا يومين اتصلت معالي وزير الإسكان ومع أمين بغداد ومع رئيس هيئة المستشارين، وانطيتهم بعض الملاحظات على القرار وآلية تنفيذه، وفعلا صدروا تعليمات جديدة في موضوع الملكيات الخاصة ومشمولها وآلية شمولها بالتمليك.